مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم مبارك سعيد وعشركم مباركة سعيدة. نتمنى ودواشر ربي يدخلهم علينا ولكم بالصحة والسلامة عاجل وعلى المباشر. نذكر مشاهدي قناة شوف تي في أن وزارة الداخلية أكدت على إجبارية ارتداء القناع الواقي أو الكمامة في إطار الحرف الثابت والمتواصل على صيانة الصحة والسلامة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 وتطويق رقعة انتشار الفيروس. ويأتي هذا التذكير وفق بلاغ لوزارة الداخلية في سياق يعرف فيه تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقييد بالضوابط الإجبارية، حيث تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب إجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم. وفق ذات المصدر فإن مخالفي هذه الإجراءات الاحترازية يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من مرسوم القانون رقم 22292، والتي تنص في العقوبة الحبس من شهر لثلاث شهور وبغرامة تتراوح بين 300 درهم و 1300 درهم بأحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. وشددت وزارة الداخلية في بلاغها على تصميمها الثابت على تطبيق صارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم مسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله إلزاميات وضع الكمامة الواقية وتهديد الأمن الصحي والنظام العام. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نذكر بكم، غادي نجدد بكم عفوا الترحيب، وغادي نقول لكم مجددا ان وزاره الداخليه اعلنت اليوم على انها غادي تشدد العقوبه، وانها غادي تخدم، غادي تشتغل بكل حزم على انها تطبق عقوبة ديال من 300 حتى 1300 درهم أو من شهر حتى 3 شهور، يعني هي عقوبة سجنية لمن خالف قانون وضع أو ارتداء الكمامة، وهذا كيدخل في إطار الحفاظ على الأمن الصحي العام. فلهذا مشاهدي قناة شوف تي في نتمنوا أننا ناخذ بعين العبار الوضع ديال البلاد، اللي هو أن كنشوفوا انتشار الفيروس باقي مستمر، والأرقام هي اللي كتوضح لنا المخاطر ديال انتشار الفيروس. فنتمنوا أننا نلتزموا جميعا. فحقيقة كيف ما خرج في البلاغ، فمؤخرا تهاوننا، مؤخرا قلنا ربما أن الفيروس بحكم أننا كنتواجدوا في المنطقة رقم واحد، ربما أن الفيروس راه بدا كينقص، وتزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة فالنسبة ديال 50% ما بقاوش كيلتزموا بالكمامة. ونتمنوا الآن أننا جميعا نلتزموا بها، لأنها غتحمينا وتحمي الأسر ديالنا من انتشار العدوى. في إطار التذكير نذكر أن اليوم وزارة الداخلية أكدت على إجبارية ارتداء القناع الواقي أو الكمامة في إطار الحرص الثابت والمتواصل على صيانة الصحة وسلامة المواطنين والمواطنات، بغاية تفعيل كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطويق رقعة الانتشار. ويأتي هذا التذكير وفق البلاغ لوزارة الداخلية في سياق يعرف فيه تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقييد بالضوابط الإجبارية، حيث تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب إجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقر سكنهم. إذا من الآن فصاعدا راه إجباري على الجميع أنهم يرتديوا الكمامات ديالهم في إطار يعني المصلحة العامة، في إطار الحد من انتشار الفيروس كورونا. يعني هذا هو الحل الوحيد، وتطبيق القانون من أجل والصرامة فيه، يعني تطبيق القانون والصرامة من أجل حد من انتشار فيروس كورونا. ووفق ذات المصدر فإن كل من خالف هذه الإجراءات الاحترازية يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون 22292، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر 3 شهور، والعياذ بالله. نتمنى أننا ما نطيحوش في هذا
هذا المشكل، لان السجن ما نبغيو حتى شي حد، او العقوبه الماليه اللي غادي تكون من 300 درهم حتى 1300، راه العواشر هذه، وراه صعيب ان الواحد يخلص 300 درهم ولا 1300 درهم. فمن اجل المصلحه ديالنا ومن اجل الصحه ديالنا خاصنا نلتزموا بلا ما نتعرضوا لهذه العقوبات هذه، اللي هي اصلا هي في مصلحتنا. يعني هذا هو الحل الوحيد باش اننا نقدروا نلتزموا، حتى حنايا احيانا ما كنلتزموش، يعني كنقولوا ربما الوضع عادي فما كاينلاش، وانما فاش كنشوفوا العقوبه او السجن عاد كنحاولوا اننا نلتزموا اكثر فاكثر، ونتمنوا السلامه للجميع. لهذا شددت وزاره الداخليه في البلاغ ديالها على التصميم الثابت على تطبيق الصارم لضوابط الاجباريه. يعني هنايا ما بقاش وقت اللعب، ما بقاش وقت فليا، راه اي واحد تضبط ما عندوش الكمامه غادي يتعرض لاحدى العقوبتين، اما الغرامه اللي هي بين 300 درهم و 1300 درهم، او لا العقوبه السجنيه بين شهر ل 3 شهور. والعياذ بالله. ونتمنوا السلامه للجميع، ونتمنوا من الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه لمجاريها. والحمد لله على كل حال كتبقى مدينه مكناس من المدن اللي الحمد لله انها واخا كنشوفوا مره الحالات كيتزادوا مره كينقصوا، ماشي مشكل، وانما خصنا المزيد من الانضباط، المزيد من الوقاية خير من العلاج. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في، نقول لكم نهاركم مبارك سعيد، الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر، ونتمنى لكم عواشر مباركة، وإلى اللقاء.